نجدد الترحاب بكم السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل.com. ولهذا اليوم اخترنا لكم 4 عناوين جديدة. الأول من البصرة، حيث تتواصل أزمة المياه هناك في المحافظة بسبب الملوحة والتلوث وتواصل تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار إلى جانب شط العرب، ثم إلى حال الزراعة في عموم العراق وكيف تأثرت السوق العراقية بعد غزوها بالخضروات والفواكه الإيرانية، وحديث للنشطاء عن فساد مالي لهيئة الاستثمار في البصرة، ثم إلى واقع التعليم في العراق وكيف أنه واقع قاس ومرير في ظل غياب الدور الرقابي والإشراف التربوي. الختام سيكون مع كاميرا المراقبة وما رصدته من مختلف شوارع محافظات العراق من حوادث سير سببها السرعة وغياب الدور الحكومي في الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة. أهلا بكم. أزمة مياه البصرة مستمرة بسبب الملوحة والتلوث وتواصل تصريف المياه، أقصد مياه الصرف الصحي، في الأنهار إلى جانب شط العرب. نتابع. مجاري الأعشاب تصب مباشرة في شط العرب، مكان مقابل دار استراحة المحافظ. يا ترى موارد المائية، البيئة، مجال البصرة، تعليم، هاي من سنين اللي يبعد عنها محطة تحلية براضية تبعد أقل الكيلو على طول النهر، مصبات المجاري مباشر في شط العرب، وقف محطة تحلية براضية. طفح مياه المجاري في منطقة المعقل بالبصرة يؤدي إلى إغراق شوارع المنطقة. هاي البحيرة اليوم بالمعقل ينفلكت الساعة، ما شاء الله دولة توفر لك بحيرات غير ما تريد. مياه الأمطار غمرت أيضا شوارع أخرى في مناطق ومحافظات أخرى. غرقوا شوارع النجف إثر هطول أمطار بسبب سوء البنية التحتية والإهمال الحكومي. كان هذا الغرق الذي ستشاهدونه في المقطع الآتي. ومن غرق شوارع النجف وغياب الدور الحكومي المسؤول إلى كسر بأنابيب مياه الإسالة في منطقة المعقل بالبصرة، مع العلم أن هذه المشكلة لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم. طبعاً هذا شارع نهروان نهايته، شارع نهروان هذا نهايته مكسور بورلي صار له كم يوم، وهذا البور شوفوه فاض، حتى الشارع هذا كله الشارع فايض، حتى تشوفونه قدامكم ماشي، لا حد اجى لا حد سأل لا حد سواه، وراح تفيض المعقل. اي كيف حال الزراعة بالعراق وكيف تدهورت بعد غزو أسواقه بالخضروات والفواكه الإيرانية؟ السلام عليكم. هذا التمر الإيراني، شوف الزراعة وين وصلت، بيا مرحلة دخلنا ناكل تمر إيراني، شوفوا الإنتاج 25/7/8/2018 تمر إيراني. هذا الزراعة بالعراق انتهت. نشطاء تحدثوا وقالوا إن هيئة الاستثمار في البصرة متواطئة مع شركة لبنانية
بقضايا تتعلق بمبالغ مالية كبرى. التفاصيل في المادة القادمة. اليوم جايب لكم ملف فساد يضاف إلى ملفات هذا البلد المنهوبة خيراته. إخوان هاي خلفكم هاي أرض منحت إلى الاستثمار. طبعاً ماكو بلد ينهض إلا بالاستثمار، خصوصاً إحنا عندنا مشكلة في العشوائيات السكنية. عندنا 100,000 وحدة سكنية عشوائية. قدمت شركة عراقية رصينة قدمت خطة لحل بعض أزمة السكن في محافظة البصرة إلى هيئة الاستثمار. فهيئة الاستثمار سرقت هذا المشروع إلى جهة معينة، إلى شركة جابر جروب، وهذه الشركة شركة عالمية موجود اسمها في القائمة السوداء، في القائمة السوداء موجودة عالمية عن طريق حسن الفران اللي معروف، هذا لبناني ومعروف، أثيرت قبل فترة هو ومحافظ البصرة السابق، أثيرت عليه قضايا تهريب أموال، تبييض أموال، ورشاوى على حسب الأصول. وعلي كاسب مدير هيئة الاستثمار، هذا الشخص اللي انتهت ولايته وما زال موجود على الكرسي في المنصب. اخوان هذا مشروع استثماري على اساس يفيد البلد، ولكن هذه الشركة جابر جروب استفادت منها. كل مشاريع البصرة، كل مشاريع المتلكئة في العراق تم سحب الرخص من الشركات التي تلكئت ما عدا شركة جابر جروب، لحد الآن لم تسحب منها الرخصة. مستفادين منين؟ من قطع 200 مليون دولار من البنك المركزي بحجة الاستثمار، وتم الاستفادة من فرق العملة وتهريبه إلى خارج البلد. ومن هذا الموضوع الذي يتعلق بخيرات وثروات العراق، كما يتحدث هذا النشط تهرب إلى خارج البلد، إلى واقع جيل المستقبل الذي يعاني في البلد للأسف. معلمة في مدرسة الرماح الابتدائية في الوركاء بمحافظة المثنى تضرب الطلاب، والطلاب يشتكون من طريقة معاملة المعلمة لهم أثناء الدوام المدرسي. السلام عليكم. طبعا دول الأطفال اللي يشوفونهم هم عينة صغيرة من عشرات الطلبة في مدرسة الرماح الابتدائية في الوركاء اللي يتعرضون للضرب بصورة يومية. راح التقي ويا هذا الضحية أو دول الضحية الورود. حياكم الله، شلونكم؟ زين. سولفوا لي شنو جاي يصير وياكم؟ المعامل جاي تطقنا بدينا. شلون؟ وين تطقكم؟ بدينا. يومية تطقكم؟ إيه. ليش؟ هاي صار أسبوع تطقبين. داخلة دورة، شنو صار الأسبوع؟ ليش أسبوع؟ والله ما ادري بيه. تجي بس انتم لو كل الطلاب؟ لا كل الطلاب. زين رحتوا للمدير بلغتوه؟ ايه راح ابوي ثلاث مرات. وما ما فاد بيها. وين هسه ايديكم؟ ايش بيها؟ شنو اللي بيها؟ هاي التورين صارت مالوي. انا مصطفى الحر لغه. خافتم مكح؟ لا. يعني انت قاعد هي ساكت تجي تضربك المعلمة؟ ايه. بس انتم؟ ايه بس لا مو بس نحن. آه. كل الطلاب. ايه. السيد الوارث وديتهم للمستشفى، رحت اشتكيت. تعالي بالله، تعالي لهنا. الله يساعدك. وديتهم للمستشفى؟ ايه خايتهم للمستشفى. ايش قالوا لك؟ قال هاي مو ضرب. وقلت للمديراني. ايه. وحاكيته رحت. ايه. عليه وقلت له، قال هاي ثاني شكية تجينا علي. زين هاي هي أول مرة تضرب؟ لا طلابك؟ لا ما أعرفها أنا، بس هم يقولون أول مرة. ايش قام يضرب عليهم؟ وديتهم للطبيب؟ خذتهم للطبيبان، اديهم مرمى، ضربهم مباراة، اعطيتهم علاج. وقلت للمديراني شخصيته، قلت له هذا أخذته يوم 11 بالليل. زين ونفس الحالة، ورد مرة ثانية هم ضرب عليهم مرة ثانية. بمن تضربكم عمو؟ بالصندل. بمن؟ بالصندل. صندل سودة؟ شنو لونها؟ لا زرقاء. زرقاء. هاي لازم مال ماي هذا؟ ايه مال ماي. مال ماي؟ ايه. هذا عارف يسوي. الحيوان ما يتحملها. بوي الحيوان ظلوا ما يطقونه بعد. حيوان اللي هو الحمار اذا تعرفينه ظلوا ما يضربونه.
ينكسر قلبهم عليه، ما ينكسر قلبك على ذولا على غيرهم. لهذا أنا أدعو الحج إقبال إنه يشكل لجنة تحقيقية ومديرية التربية المثنى حتى هاي الحالة ما تتكرر. طالب مقصر تودون عليه لمرة مرتين، إنه فصله إذا ما ملتزم أو عاقبه بس ما أضربه. شو تقولوا لها؟ إحنا؟ إيه؟ إحنا نقول لها كش ما نقولها بس نسكت عنها. تسكت عنها. بس يبغى مشها 10 مرات غير. عندكم كلمة توجهوا لها؟ ها؟ كلمة تقولوا لها للمعلمة؟ لا 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 من هلا من هلا. شفتوا البراءة اللي عندهم؟ طبعا من موسم دراسي اللي مضى كان طلبة هم اللي يعتدون على الأساتذة. يبدو أن الأساتذة والكوادر التعليمية تدربت هذه السنة وحبت تاخذ حقها بيدها من هؤلاء الأطفال، ويقولون التعليم راح يصير براسه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إلى كاميرا المراقبة التي رصدت حادثة تصادم أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح، هذا في بغداد. تعالوا متابعة. إلى حادث تصادم آخر وقع في نفق الزيتون ببغداد أيضا ورصدته كاميرا مراقبة. في فقرة آراءكم نتابع مقطعا مصورا تظهر فيه سيارة للشرطة الحكومية وهي تسير فوق أحد الأرصفة في بغداد. نشطاء عراقيون كتبوا في فيسبوك عن رجال الأمن الذين يخالفون الأمن والانضباط. يقول قائل على الحكومة الحالية ألا تمانع إذا ما وجدت المواطنين يقومون بمثل هذه الفعلة، طالما أن القوات الحكومية ومختلف الأجهزة الشرطية التي من الواجب عليها أن تحفظ الأمن وتكون أسوة للآخرين بالنظام هي التي تخرق النظام وتفسد المشهد الجمالي العام. للأسف للشوارع يمشون على الأرصفة ولا يمشون بالطرق المخصصة. عموما دعونا نرى كيف علق الشباب العراقي في فيسبوك على هذه المادة المصورة. نتابع وإياكم الآن ما كتبه وحيد. يقول وحيد: استهتار واضح وبشكل يومي يركنون سياراتهم على الرصيف. وحيد يقول إن هذه الصور التي شاهدتموها ليست صورا جديدة، وإنما اعتادت الكثير من الأجهزة الحكومية التابعة للحكومة الحالية أن تقوم بمثل هذه الفعلة بشكل شبه يومي. إلى تعليق آخر نذهب وإياكم الآن، كتبه السيد غفران العرجي. يقول السيد غفران: مهزلة، ويجب أن تكون عقوبتهم ضعف عقوبة المواطنين المخالفين. السيد غفران يتحدث بمثالية، طالما يعني هذه الأحداث تحدث يوميا ربما ينظر إليه بعض العراقيين على أنه يقترح اقتراحا مثاليا إذا ما كان الشيء البسيط لا تقوم به القوات الحكومية من حفظ للأمن، من محاولة منع حوادث
خطف، حوادث سير، حوادث مرورية أن تقع، وبالتالي هم يقعون في خطأ آخر مثل الذي شاهدتم في المقطع المصور، ومن تريد أن يحاسبهم على أخطائهم أيها سيد غفران؟ إلى تعليق آخر نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام، كتبه كريم كريم عبد حسون يكتب: عمي هو البلد كله خربان، ظلت على هاي السيارة. كريم يقول يعني هل انتهت مشاكل العراق ولم تتبقى غير هذه السيارة التابعة للشرطة الحكومية التي تخالف المرور ويعني ترتكب مخالفة غير نظامية؟ البلد كله، يقصد هنا بإشارة إلى الحكومة الحالية وأجهزتها وأساسة التابعين لها والأحزاب، يقول البلد كله خرب، لم تأتي على هذه السيارة التي لم تحترم النظام العام. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نقرأ ما كتبه عامر، يقول: عامر يجوز عندهم واجب، مستأجلين، لو جوعان ما عنده صبر. عامر يبرر لهم ويقول: ربما كانوا متعجلين، لكننا نذكرك يا عامر بضرورة أن تعود وتشاهد المقطع المصور، لأن سيارة الشرطة الحكومية كانت تسير بشكل بطيء، فلو كانت مرتبطة بمهمة لما كانت تسير على الرصيف، وإنما لاتخذت طريقا سريعا عاما حتى تقوم بمهمتها. هذا إذا كان لديها مهمة هدفها حفظ أمن العراقيين جميعا، لا تتبع بعض العراقيين كما يحدث في البصرة لشباب يعتقلون ويزج بهم في السجون فقط لمجرد أنهم خرجوا مطالبين بحقوقهم وبأن يحصلوا لمحافظاتهم على خدمات هي حق لا مكرمة. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير نقرأ ما كتبه لكم أمجد السوداني، يقول: أمجد، هو الشعب كله مخالف وخصوصا بمسائل المرور وغيرها، على أساس إحنا قضينا على كل الأمور. أمجد يحاول أن يرسل برسالة إلى الكل العراقي من خلالها يدعو المواطنين إلى احترام النظام أيضا حتى وإن قامت القوات الحكومية بمخالفته وعدم احترامه. الآن إلى تويتر. في تويتر نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين هاشتاغ أو وسم إلكتروني يحمل كلمات: كل ما نحتاجه هو. تعالوا نتعرف وإياكم على ما يحتاجه العراقيون. في التغريدة الأولى محمد آل عطو يكتب: حكومة وطنية همها الأول والأخير بناء العراق، وتستثمر طاقات الخريجين وتحاسب السراق والفاسدين، هذا ما نحتاجه في العراق من وجهة نظر محمد، محاسبة الفاسدين وإعطاء كل ذي حق حقه. إلى تغريدة جديدة. التغريدة كتبتها نسرين، تقول فيها: نحتاج في العراق عقلا واعيا منفتحا مثقفا يستقبل كل الآراء برحابة صدر. هذا ما تحتاجه هذه السيدة العراقية. الآن لنرى مواطنا عراقيا آخر وماذا يحتاج في العراق الذي يحب. تعالوا نقرأ عليكم تغريدته الثالثة معنا في التغريدات التي انتقيناها والتي ذيلت بهاشتاغ كل ما نحتاجه هو. يقول إبراهيم: كل ما نحتاجه هو عيش كريم في ظل دولة تحمي حقوق الجميع. على ما يبدو أن الحق الوطني العراقي أصبح حلما يتمنى العراقيون أن يتحقق. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتبته حبيبة العمري تحت هاشتاغ كل ما نحتاجه هو. كتبت حبيبة: الوعي بالفساد الحكومي، الوعي بالظلم القائم على المواطنين، قول كلمة حق نزهق بها باطل. كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ الذي اخترناه لكم أعزائنا المشاهدين. بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة.
اللاجئون العائدون إلى العراق معاناة لا تنتهي. والله اخوي مبهدلين، لا ماي لا كهرب، الماي بالشارع نجيبه ليهون اللي عندنا بالسوندات السوندات ونجيبه، ودحق على بيوتنا مهدمه دحق عليها. دحوا على منطقتنا شحالي، نحن رجعنا بس عن عليها للمنطقه بس مبهدلين. الآن إلى القضية الفلسطينية التي قل الاهتمام الإعلامي بها بحسب ما يرى كثيرون من الفلسطينيين. في فلسطين المحتلة الاحتلال الصهيوني يقضي بهدم وتفريغ قرية الخان الأحمر، نتابع. شو تتوقع بني آدم راح يجي يهدموا بيته؟ هل شعوره راح يكون شعور مبسوط يعني لم يهدموا له بيته؟ فشعور الناس كلها يأساني كل أي شيء. ما في عندك حل، يهدموا راح تظلك بالشمس بين السماء والأرض، ما في عندي إشي أقاوم فيه. قوات الاحتلال هاي قوة عسكرية. اليأس الأكثر كان لتواجد المجتمع الدولي 10 سنوات، هو زيارات متتالية من جميع من أمريكان أوروبيين من جميع أنحاء العالم، فكان عندهم أمل إنه المجتمع الدولي يمنع الهدم، كان عندهم أمل كبير. عندهم لما طلع قرار صار خيبة إنه لا يوجد عندهم ثقة لا في المجتمع الدولي ولا في الأمريكان ولا في هيئة الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن ولا في أي إنسان. في عندهم مخطط اللي هو عند أبو ديس، هاي الأراضي صادروها من قرية عربية أملاك خاصة عربية، موجود جنبها مزبلة لها عمرها 50 سنة، طلعت ممنوع السكن كيلومتر من هاي الأرض، من هاي المزبلة، بيني وبين المزبلة بس 20 متر، هي 250 متر لكل بدوي، اللي عنده 150 راس وين بده يحطهم؟ لما تطلع من هون لازم تتخلص من جميع الثروة الحيوانية حتى من الجاج. كانت اولا باسم بحجة الجيش منطقة عسكرية، فالناس رفضت وقاومت بكل الوسائل، الان لاجت بحجة المستوطنات. انا مشروع من 75 مش من اليوم. المدرسة بتضم 170 طالب وطالبة، في حالة لا سمح الله تم إزالة هذه المدرسة رح تنتشر الأمية، رح يصير في خراب ودمار كثير بالنسبة للأطفال. حزين جدا ويأس جدا لانه في مجتمع دولي في قرارات دولية هاي عملية تهجير قسري. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام كل ما لدينا من ملفات ومقاطع مصورة تداولها عراقيون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. لاحقاً نلتقيكم رفقة عدد جديد من برنامجكم التفاعلي تواصل.com. انتهى البرنامج، إلى اللقاء.